يجاوب السؤال يدي جائزة. طبعا هذه الأسئلة كلها متعلقة بالعيد الأمازيغي. نبدأ بأول سؤال، اسمعوها. تاريخ اليوم بالتقويم الأمازيغي. أعطيك مثال، اليوم عندنا 12 التاريخ الهجري كم؟ من يعطيك التاريخ الهجري؟ من يعطينا التاريخ التقويم في هذا اليوم؟ اروح اروح اروح. في الأمازيغ، الأمازيغ اليوم اليوم التاريخ قداه اليوم؟ هذا التاريخ الهجري، الآن التاريخ الأمازيغي. التاريخ الأمازيغي شيء